خططنا الى الان نحتاج انه تقريبا اكثر ما بين 150 الى 200 مدرسه حتى يكون انه الدوام احادي في كل محافظه ميسان. والحمد لله لا يوجد عندنا مدارس طينيه، وعندنا فقط انه اربع مدارس كرفانيه ضمن خطه عام 2022 اللي سيتم تصفيرها. بعد عام 2022 لا يوجد هناك مدارس كرفانيه في محافظه ميسان، والمدارس الطينيه تم حسمها لسنوات سابقه يعني. وخلال عام 2022 وصلنا انه هذه المدرسه، هذا اليوم افتتاح مدرستين، مدرسه في قضاء قلعه صالح وهذه مدرسه في قضاء العماره مركز المحافظه. هذه المدرسه تعتبر المدرسه رقم 19 لعام 2022، وان شاء الله انه هناك خلال الايام القادمه هناك خمس مدارس جاهزه للافتتاح. نوصل الى تقريبا خلال هاي الفتره القليله القادمه الى 25 مدرسه، وان شاء الله هناك مدارس تحت التنفيذ ومدارس في الاعلان والاحاله ان شاء الله تعالى. هذا هو يدل على انه محافظه ميسان اهتمامها كبير في قطاع التربيه، واعتقد انه قطاع التربيه يستحق هذا الاهتمام باعتبار هو يعتبر الركيزه الاساسيه للجانب العلمي والتربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وكل متطلبات الحياه.